السلام عليكم، معكم محمد معيوف، مهندس شركة أسي ريجيون سنتر. عندي فترة على كل حال ما درتش دي فيديو. هاد الخطرة بعد ما لحوا بزاف فلاحين عليا، على كل حال لما فيهم يعني من منفعة بوكو بليس لي زاغريكولتور، لي زاغريميكولتور يعني اللي يخدموا الحمضيات. عاودت وليت بالفيديو هذا الاول اللي حنبين فيه لوتيليتي تاع ولا لامبورطونس تاع سيستيم غوت ا غوت. اليوم راح نشوفوا دو شوز. اليوم رانا لو 6 فيفري 2018. هنا رانا في بارسيال في منتيجه. الشجره هادي عندها 20 شهر ملي غرست، لو 20 افريل 2016. شوفوا مع بعض دوكا، عندنا لو سيستيم غوت ا غوت كون بلاسي سي دي غان تاع ديامتر 16 عليك. عندنا اون غان كراي بعيده على لو ترون تقريبا 30 سنتيمتر، دوزيام غان كذلك راهي بعيده 30 سنتيمتر. سات غان لا هاد لا غان راهي مثقوبه شاك 75 سنتيمتر غوتر تاع 4 لتر. فوالا لو بريمي غوتر هابليك هابليك لي لا بريمي غوتر. فوالا لو بريمي غوتر على 75 سنتيمتر هايليك، سي لو دوزيام غوتر 4 لتر اور. C'est pas du 8 litres, mais c'est du 4 litres heure. Ça veut dire qu'on a une bande humide de ce côté ou on a une bande humide de l'autre côté. L'espacement a dit à la gaine, elle, pour la plante qui m'a dit les fermes à 20 char, elle est très importante. Alors, je me conche le mât au voisinage du tronc. Le tronc là où il y a une qui m'a dit la dame, les chèdes de chèdes, les chèdes de volume de chèdes, ou les racines absorbantes, comment les chèdes à l'extérieur pour absorber يعني, de l'eau et les sels minéraux ou les engrais qui nous battons dans le goutte à goutte. L'espace est un peu insisté parce que quand il y a beaucoup de choses, certains jaunissements dans le jardin, beaucoup plus يعني, c'est lié au rapprochement de l'eau et le tronc. Quand il y a un rapprochement de l'eau, il fragilise يعني, le couche de l'eau. البرانيه هذيك مع لا بريزونس تاع الماء بزاف، سكيل فيه الشجره ما توليش تطلع على صاف بزاف باسكو لي راسين ابسوربون ترام يابسوربي بصح او نيفو دو ترون لا وين تتجمع كاع لا صاف باش تطلع للشجره، ثم تكون كاينه بريزونس تاع الماء ترشي الحطبه. سي بور سولا من بعدو لاكان يعني كي تكون تقفل اون اني نبداو من بعدو لاكان 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر على الشجره. حاجه الدوزيام كي امبورطونت دوكا رانا في ديبي كومبون. الحاجه الاولى اللي نديروها سي نبرجيو الريزو، يعني عندنا لافان تاع لابرج نبرجيو نخرجوا كاع لي زامبورتي تاع راني باسي، اي بوي تانيك نفتحوا لي كان باش نبرجيو يعني الريزو تاعنا تاع سيستيم غوت ا غوت. ولا كان عندكم يعني ديبوشاج او نيفو دو غوتور اون اونفوا اكتويلمون لاسيد يعني بور ديبوشي ديبوشي لي غوتور تاعنا. لا كونتيتي تاع لاسيد تكون سا ديبون لا سوبرفيسي، يعني الا كان خدينا ان هكتار ولا 2 هكتار سي با لا ميم كونتيتي دو دوز ولا سي با لا ميم دوز تاع لاسيد اللي نبعتوها في الكوتا كوت. يكون كونسونطري ما نخافوش باسكو كاين لا بريزونس تاع البلوي يعني الشتا. يعني الفاري دو 2 لتر 5 هكتار حتى اون بي اريفي جوسكا 7 لتر 10 لتر هكتار، سا ديبون يعني لو نومبر دو غوتور اللي هم بوشين. هذاك الانسان يلاحظ بعينيه يشوف لي غوتور اسكو ميسيلو مليح ولا لا. لا حاجه كي امبورطون تانيك اللي نزيد نقولها لخوتي سي كو لو ديزيرباج يعني شيميك. حنا اون اوبتي ابري 9 موا مور لا بلونطاسيون اون كومونسي ا ديزيربي افيك دي رامب يعني افيك دي زونطونوار لي بروتيجيو لا سورتي تاع الديزيربون باش ما تقيسليش الشجره. ولا لو ماركيتو اكتويلمون تشوفوا معايا عندنا لا بريزونس تاع القريصه كما تقولوا نقولوا لها حنايا ولا لوكساليس. هذه راهي بوكو بلوس لهنا باسكو هذه كي ديزربيناها كانت يعني او نيفو يعني تحت التراب كانت ما نبتتش يعني نف ما سيتي في مواد تقريبا مواد جويي اون ا كومونسي ديزربا شيميك مواد ماي تقريبا
Mais يعني 2017 avril 2017 on a commencé le désherbage chimique وكنت لاحظوا بلي beaucoup plus c'est l'oxalis. Par contre لهنا في الوسط يعني كاين la présence تاع لي mauvaises herbes يعني كبيره بزاف. Par rapport لهنا فوق la butte وين ديزربينا la butte هذه اللي فيها تقريبا 2 متر 2 متر 20 يعني de largeur يعني la butte راهي فيها الارض تقريبا 2 متر 2 متر 20. هنا وراهي بلونتي الشجره تاعنا. Enfin, c'est هذوما لي ريكومونداسيون. حنا ديزربون كيميك سي فري كاين بزاف ينصحوا باللي ما اون بي با يوتيليزي ديزربون كيميك في جون بلونطاسيون. انا راني كيما نقولوا من رايهم بصح كاين وين بعض الاحيان كيما هنا في لاتير تاع المتيجه وين لا فيرتيليتي دو سول لي يعني الفي سكيل في كاين لا بريزونس تاع لي موفيز زير بزاف. حنا اون لاس 9 mois كاين 9 mois تقريبا اي اون كومونس ا ديزيربي افيك بروتيكسيون الفي سافو دير ما نديش ديزيربون افيك نيمبورت كال فاسون باش حتى وين نقيس الشجره ويولي عندي مشكل سافو دير الشجره. كاين بارفوا وين يوتيليزينا دو بلاستيك يعني في الترون من تحت باش ما يقيسليش لو ترون باسكو الترون كي يكون شجره صغيره يكون خضر عنده لا كاباسيتي دو دابسوربسيون اكتويلمون تنقصلو باسكو يولي في يدخل في ستاد لينيفيكاسيون يعني يولي في حطب سكيل فيه لابسوربسيون تنقص بارابور كي يكون مطرق ان بو فار. بون لي دو شوز كي سون امبورطون سيستيم غوت ا غوت وديزيرباج. اكتويلمون ديبي دو كومباند نفيريفيو لو سيستيم غوت ا غوت تاعنا يعني سوا كان لانستالاسيون لانتيريور او بيان لي غان لي ريزو تاعنا برينسيبال الاكستيريور اي اون كومونس لا فيرتيليزاسيون. لا فيرتيليزاسيون يعني on va la commencer اليوم انا لو 6 à partir du fin février on va commencer la fertilisation irrigation. On en voit beaucoup plus يعني les engrais qui sont nécessaires pour had la période اللي هما azote et phosphore un petit peu de potasse كيما هاد la jeune plantation qui a 20 شهر. En principe on va pas la forcer pour entrer en production cette année parce que le tronc تاعها مازال ضعيف يعني ما ينجمش يتحمل le poids تاع تاع لا برودكسيون سيت اني كاباب شجره تميل غوش ولا دروات مي نعاونوها يعني ان تي بو بور افوار ان كيلو ولا دو كيلو بار بلون سا هذا لا كانت يعني لا كانت كيما نقولوا حبينا ندخلوها ان برودكسيون. بروشان فيديو ان شاء الله اون فا بارلي دو لا تاي بور لي يعني لي بلونت كي سون qui ont 4 ans, 5 ans, ou les plantes adultes, Inch'Allah, brebis. Je vous remercie. Salam alaikum.